مشتركي سابورانات. في الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على اخر درس في الفيزياء لتلاميذ السنه الثامنه الاساسي، واللي هو الانتشار المستقيمي للضوء. شفنا مصادر الضوء، شفنا انواع الاوساط معناتها الضوئيه. تو باش نشوفوا الانتشار المستقيمي للضوء. اول حاجه باش نعرفوا الشعاع الضوئي. اذا الشعاع الضوئي كيفاش نمثلوه؟ يمثل برسم، اذا برسم على شكل خط. بطبيعة مستقيم يتوسطه رأس سهم يشير الى اتجاه سير الضوء. إذن باش نمثلوا الشعاع الضوئي، مثلا انا عندي شعاع ضوئي متجه في هذا الاتجاه، خط مستقيم وعندي الراس ماشي في الاتجاه هذا، هذا هو الشعاع الضوئي. الاحزمه الضوئيه هي عباره عن مجموعه من الاشعه. إذن الاحزمه الضوئيه تمثل بعده لهنا مستقيمات في الوسط نتاعهم راس بطبيعه سهم في الاتجاه اللي ماشي فيه الضوء. مثال عندي لهنا هكا الصوره هكايا. إذا تمثل هذه الأحزمة، هذه حزمة أشعة، فهمنا هكا، ممثلة بعدة أسهم. عندنا لهنا الأنواع، عندنا ثلاثة أنواع من الحزم الضوئية. عندنا الحزمة المتوازية، يبدو الخطوط متوازية. عندنا حزمة متباعدة، إذا تتمثل في تباعد الأشعة عند انتشار الضوء، وقت اللي هكا لهنا هذا ينتشر من هنا الضوء تمشي وتبعد هكايا. وعندنا حزمة متجمدة، معناتها الضوء ماشي في لهنا، تتمثل في الحزمة المتجمعة عفوا، وتتمثل في تقارب الأشعة عند انتشار الضوء. معناتها الانتشار يمشي، معناتها وقت انتشار الضوء الأحزمة هذوما الأشعة هذوما ماشيين ويقربوا لبعضهم. هذوما الأنواع الثلاثة من الأحزمة الضوئية. الصور هذه باش تلقوها مرفوقة إن شاء الله بالدرس نتاعكم، فهمنا، موجودين على المنصة. هذا تعريف الأشعة والحزمة الضوئية. باش نحكي لكم في الملخص هذا على سرعة الضوء. إذا سرعة الضوء تقدر ب 300,000 كيلومتر في الساعة، في الثانية عفوا. إذا الضوء يمشي ب 300,000 كيلومتر في الثانية، وهي سرعة لهنا بطبيعة معناتها سرعة خارقة، فهمنا. إذا هذا هو، هذه سرعة الضوء في الفراغ بالفرنسية لهنا، دونك فيتيس دو لا لوميير افيد، هذه هي سرعة الضوء في الفراغ اللي هي 300,000 كيلومتر في الساعة، فهمنا. إذا لهنا الفالور هذه يا إما تحفظوها وإلا تكون موجودة، معناتها جينيرال مود تحفظوها، لازم تكونوا معناتها ماخذينها كيف ما هي، فهمنا. إذا فما عدة خصائص للضوء عند في حالة الانتشار. بطبيعة هو يكون في خطوط مستقيمة. الخصائص هذه هي السرعة المحدودة، الانعكاس، الانكسار، والتشتت. إذا في حال الانتشار إذا يكون الضوء بطبيعة في حال الانتشار يكون الضوء في خطوط مستقيمة. من خصائصه نسرد لكم فيها على خاطر تجيكم في التمرينات بتاعكم، السرعة المحدودة، الانعكاس، الانكسار، والتشتت. قلنا هنا السرعة المحدودة، وهنا قلت لكم انه سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الساعة، هذه في الفراغ. اما وقت اللي يمر في اوساط شفافة السرعة باش تكون محدودة، معناتها وقت يصير انتشار يمر في وسط شفاف باش تكون السرعة نتاع الضوء محدودة. نتعدى الجزء المولي في التلخيص نتاعي واللي باش نعرفوا فيه الظل والظليل. شنو هو الظل وشنو هو الظليل؟ اذا باش نعرفوا الظل، تعريف
الظل هنا ردوا بالنا من الضغط. إذا وقع أي جسم في مسار أشعة ضوئية نشأ ما نسميه بالظل، إذا مش نتحصل على الظل. والظليل هي منطقة نرى منها جزءا من المنبع الضوئي. نرى منها جزءا من المنبع الضوئي. باهي، انا توا باش نوريكم زوز تجارب، تجربه لهنا خاصه بالظل وتجربه خاصه بالضليل، اللي هذوما تصور هذوما زوز. اذا التجربه هذه خاصه بالظل، التجربه هذه خاصه بالضليل. الصور هذه باش تلقاهم مرفوقه ان شاء الله بالفيديو باش تفهموا بها اكثر. اذا في التجربه هذه شنو عمل؟ اخذ كره اللي هو جسم عاتم هيك لناها دونك، وحطها بين منبع ضوئي نقطي وشاشه. هذا هو المنبع الضوئي فهمنا، وهذه هي الشاشه. شنو باش يشوف على الشاشه؟ اذا في الشاشه نلاحظ انه فما تشكل لظل الكره على الشاشه. اذا لهنا فما ظل الكره على الشاشه. إذا قربنا الشاشة من الكرة نلاحظ أن الظل يصغر. وقت اللي أنت تمشي وتقرب الشاشة، معناتها الكرون هذه تقربها من الكرة، أك الظل هذيك الدورة اللي موجودة على الشاشة باش تمشي وتصغر. أما إذا كان باش نبعدوها الظل باش يمشي ويكبر. بالتالي فإن الظل يتكون عندما يكون المنبع الضوئي نقطي، فهمنا اللي هو هذا هو المنبع الضوئي نتاعنا. بالنسبة للتجربة الخاصة بالظليل شنو عملنا؟ خذا الكرة هيا دونك وحطها ما بين منبع ضوئي واسع. هاو المنبع لهنا نقطي، شفتوا حط لهنا معناتها عنده المنبع الضوئي، حط حاجز وحط لهنا معناتها باش يخرج ضوء على شكل معناتها منبع ضوئي نقطي. باركونت لهنا ما حطش حاجز في الظليل، فمش حاجز. اذا المنبع الضوئي نتاعي واسع، هاو خارج منبع ضوئي كامل، وحط لهنا الشاشه نتاعي. شنو باش نلاحظوا؟ فما ظل وفما ظليل الكرة على الشاشة. ها هو الظل هذيك الدورة الكبيرة، وفما الظليل اللي هي الدورة الصغيرة. إذا يتكون الظليل عندما يكون المنبع الضوئي واسع، وهذوما حاجتين مهمين وكباش نكتبهم لكم هنا على الورقة المرافقة. يتكون الظل عندما يكون المنبع الضوئي هنا نقطة فهمنا، ولكن الظليل العكس يعني يتكون عندما يكون المنبع الضوئي واسع. كي. هذا هو تعريف الضوء وتعريف الظليل. عدى الآخر جزء في الدرس بتاعنا واللي هي آلة التصوير الفوتوغرافي. بالنسبة لآلة التصوير الفوتوغرافي عندها ثلاثة أجزاء رئيسية اللي هما الجزء البصري والجزء الكيميائي والجزء الميكانيكي. هذه آلة التصوير الفوتوغرافي. الجزء البصري واللي هو العدسة، الجزء الكيميائي واللي هو الفيلم، والجزء الميكانيكي واللي هو بطبيعة جسم الكاميرا. به هذه مكونات آلة التصوير الفوتوغرافي. إذا لهنا بطبيعة باش نقوم بالتقاط صورة يكفي أنه أقوم بضبط وتجميع هذه الأجزاء الثلاثة. الجزء البصري يقوم بتجميع الضوء المنعكس من الجسم المراد التقاطه. ثم إذا المراحل هنا، أول حاجة أنه الجزء البصري
يقوم بتجميع الأجزاء، يقوم بتجميع لهنا الضوء المنعكس من الجسم المراد التقاطه، وإدخال كمية محسوبة من الضوء يتحكم فيها عمل الأجزاء الميكانيكية بالطبيعة لتسقط على الفيلم الذي بدوره يخزن المعالم الصورة في شكل تغييرات كيميائية لمادة الفيلم. ب. شو العلاقة ما بين الجسم على العدسة وتأثيره عن بعد الصورة واللي هي مجسدة في الصورة هذه؟ الضوء الساقط من مصادر قريبة من العدسة يتجمع بعيدا عنها، والضوء الساقط من مصادر بعيدة يتجمع عن مسافة قريبة من العدسة. شو معناها هنا؟ بمعنى آخر إنه الصورة تتكون بالقرب من العدسة عندما يكون الجسم بعيدا عن العدسة، والعكس صحيح. هاو كالجسم هنا، هذه العدسة، هاو كالجسم بعيد عن العدسة، والهنا الجسم قريب من العدسة، بطبيعة هاو كالصورة بتاعي تتكون في كلتا الحالتين. فهمنا؟ هذا هو معناتها تلخيص صغير لعمل الكاميرا لهنا، معناتها هي تكنولوجيا لعمل آلة التصوير الفوتوغرافي. إن شاء الله في التمارينات باش نحاولوا ان نتمكنوا منها اكثر، باش نحاول نخدم لكم مجموعة من التمارينات اكثر. انتم حاولوا تتبعوني على سبورة نت. الدرس هذا راهو سهل ويتعاود في السنوات القادمة إن شاء الله.